يا حمام الهنا حمام الهنا. مالك يا عبد الله ونشاكح كده ليه؟ هم هم ونزحمل على قلبي خلاص. خير كيف الله الشر طمني. اصل هيدا هاني اتطلقت من الواد اللي اسمه حاتم الخاين ده. لو النبي وهو ده يا اخويا اللي مخليك منشكح قوي كده؟ امال ايه، ربنا كشفه لها في اخر لحظه. بنت حلال. لا وانت كمان ابن حلال. ما انا عارف ان انا ابن حلال، ما انا عشان كده عايز احتفل معاك النهارده. لا يا اخويا احتفل لوحدك. الله، ايه ده على الاقل القفه ام ودنين بيشيلوها اتنين. كل واحد يشيل قفته يا عبد الله. والله يعني انا متجوز عشان اشيل قفتي لوحدي؟ ماشي ماشي ها ماشي. تخري بقى شوية تخري. وبعدها لك يا نوارة، ما تتكلمي يا بنتي وتفضفضي يا بنت، ده نمك وستر الغط عليكي. يا اما انا تعبانة وجايب اخري ومش قادرة اتكلم. زبيلي كاتمة جوايا وساكتة. عبد الله عمل لك حاجة؟ يا ريته بيعمل. ياما عبد الله مش معايا خالص، طول الليل والنهار مع الست هانم بتاعته دي، وطول النهار سرحان بيخطرف باسمها وهو نايم. يوه، يعني يا بنت عشان بيخطرف باسمها وهو نايم يبقى بيحبها؟ ده تلاقيه بس ضغط الشغل معاها طول اليوم. بقول لك ايه يا نواره، لم الدور وخلي المركب تمشي، وما تقدريش يا بنتي البلاء قبل وقوعه. ستي يحصل ايه يعني اكتر من اللي حاصل؟ مش هيحصل حاجه ان شاء الله، كلها اوهام في دماغك. بعدين تعالي هنا، الست هايدي القيمه والسيمه دي كلها هتبص لعبد الله جوزك عشان ان شاء الله ده حيالله حته سواق، والعين برضه ما تعلاش على الحاجب. والله انا قلبي مش مطمن يا ماما، ربنا يستر بقى من اللي جاي. مالك يا عبد الله قافل وشك كده ليه؟ انت مش سكت المعلم سلطان؟ عاوز ايه تاني؟ ست شهور ما شفوش غليل يا سكرينه، ويرجعوا لي حق حسن اللي راح هدر الله يرحمه. حسوا كده هنعمل ايه؟ المهم انك لبست هدومه وخلاص، ان البضاعه اللي عنده في المخزن دي كافي لك تجيب له تأبيد. ان شاء الله هتجي له تأبيد قريب، وزي ما رتبت الاولانيه هرتب التانية، وكل سمك وليه طعم. تعرف يا عبد الله مين اللي محتاج لطعمتين؟ الواد سامسون والواد عدم، علشان فارتين ايتاوا على الموقف كله والناس الغلاب. ما تقلقش، قريب هتعاقبه عقاب جامد قوي ويعرفوا ان الله حق.